واحد، اثنين، ثلاثة. ما حدا طلب منك انك تثبتي اي شيء. خلونا ندخل. بابا جان بدي احكي معك على الانفراد. تعال. اسمعيني، نحن لازم نوقفهم. إذا اضطريتي إنك تأذيني لا تترددي أبدا. بس شوريا، اسمعي، أنا ما بدي أعذار يا مهيك وما بدي تردد. يلا وعديني. ما بوعدك بس أكيد رح أحاول. شكك وتسرعك كان رح يدمر كل شي بدنا نساويه لبعدين. لو ما كانت ناهدة عقلانية وما عملت هالشي، هي كانت قتلت شوريا كأنه بإصرار منك كمان، وكنت دمرت لنا كل شي. ما أنا عقلانية، مبين إن واحدة ماكرة وكتير كمان. أنت ما شفت، ما فيك تفهم نواياها الحقيقية. كفي الكيل طفح أبا جان، ما بتعنيني ادعاءاتك واللي ما لها أساس من الصحة. ما بدي ضيع وقتي وطاقتي على هيك شي. بدي إياك تفهم شي واحد بس، أنا اللي رح أترأس هالمهمة، ماشي؟ لأنه أساليبك هي كتير تقليدية أبا جان. بدي بصمات أصابع شوريا هلأ والشبكية لأدخل على مكان المناسبة، وبعد هالشي بيعفن بالسجن وما حدا رح يشك فينا. لو أنه أنا سمعت منك اليوم لكانت توقفت مهمتنا هلأ. بيكون أحسن إذا ما بتتدخل بالخطط. أرمان بكفي. أبا جان، ما بدي ذكرك مرة تانية أنه أنا اللي مترأس هاي المهمة هلأ. موافق؟ أنا عملت لك كل شيء وهلأ أنت عم تتحداني. سألتك موافق؟ موافق ولا لا؟ قلي يلا. أنت شو اللي بدك يا أقول؟ أنا بدي إياك تتراجع وخليني أنا أتولى هالمهمة على طريقتي. ماشي، رح اتراجع. ما هيك هي أبا جان طلع من المهمة. نايدا، أرمان عم ينادي لك. امشوا. يلا يلا نطلع لبرا. ناهدة سكري هذا الباب. أنا آسفة كتير شوريا، بترجاك سامحني. أنا آسفة كتير، أنا بحبك شوريا. شو هذا الشي اللي عملته اليوم؟ أنا ما بطول. Thank you.
ما هيك ولا يهمك، الإصابة خفيفة، أنا منيح. أنا كتير فخور فيكي مهيك، لأنه أنت عم تتعاملي مع ناس كتير خطيرين. أنا بلشت أفقد الأمل هلأ. مهيك سمعيني، تعرفي شو اللي بيخلينا مختلفين عنهم؟ إنهم بيعذبوا الناس وبيقتلوهم، وكانت نيتك تنقذيني بس. لهيك شوفي، هو خدش كتير صغير. صدقني أنا خايفة كتير شوريا، هذا الشي عم يزيد خطورة ولسه لهلا ما قدرنا نلاقيه لنيف. اسمعي، إذا بدك تنقذي نيف وتهزمي هدول فلا تستمري بهالشي، لازم تكسبي ثقة أرمان وتعرفي وين حاطت نيف، وبمجرد ما يرجع نيف على البيت رح نشوف هدول الناس شو بيقدروا يساووا. لوقتها أنت ما فيكي تفقدي الأمل أبدا. تعرف هاليوم مهم كتير، بس أنا ما عاد فيني أعمل شي. نحن رح ننجح، هذا دليل إنه في حدا عم يتمنى لنا الخير. بتمنى يكونوا بخير هلأ، وبتمنى ترجع عائلتنا مع بعضها ونخلص من هدول الناس. اختي كانتا، قديش حلو لو انه شوريا كان معنا هلأ. اتصلت فيه بس قال انه مشغول. معلش مو مشكلة اختي، كل ولاد لما يكبروا بيبطلوا يفضلنا، بس الاكيد نحنا فينا نتمنى لهم انه يضلوا بخير، مو هيك؟ كانتا بعتت مهيك لعند هدول الناس لحتى تنقذوا لشوريا، بس انا كيف فيني اقعد وانطر وايدي مربطين بهالطريقة؟ أرمان مفكر إنه بيقدر يطلعني من هاي المهمة وبكل سهولة، هو واحد سخيف ما رح أروح لأي مكان. عند مين عم تشتغل؟ قل لنا صالح مين؟ استنى 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 سيدي، أنا رح أقلك، استنى رح أقلك كل شي بعرفه. شو؟ الشرطة جاية، بابو لال حكى كل شيء، لازم نطلع. سكروا الباب. يلا يلا بسرعة خلينا نسكر الباب.